هل تعلم من هي المرأة التي سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ تابع هذا المقطع لتتعرف على هذه المرأة ولماذا سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عرف ذلك وكيف كلمه العظم صلى الله عليه وسلم. هي امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقال: ما هذه؟ قالت: هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة وأكل الصحابة، ثم قال: أمسكوا. فقال للمرأة: هل قمت بتسميم هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: هذا العظم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك